إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. الملخص الفقهي. الملخص الفقهي برنامج يعرض لكم ملخصا في الفقه مقرونا بأدلته من الكتاب والسنة. أيها المستمع الكريم، إن التفقه في الدين من أفضل الأعمال وهو علامة الخير. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الملخص الفقهي. ثم اعلم أيها المستمع الكريم أن العلم النافع إنما يستمد من الكتاب والسنة تفهما وتدبرا، مع الاستعانة على ذلك بالمدرسين الناصحين وبكتب التفسير وشروح الحديث وكتب الفقه وكتب النحو واللغة العربية التي نزل بها القرآن الكريم. الملخص الفقهي. الملخص الفقهي البرنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. من أحكام الإمامة في الصلاة: الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل خلقه وأفضل رسله نبينا محمد وآله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته، وبعد. أيها المستمع الكريم، أواصل الحديث معك في هذه الحلقة عن أحكام الإمامة في الصلاة. اعلم وفقني الله وإياك أنه لا مانع من اختلاف النية بين الإمام والمأموم في نوعية الصلاة التي يقومان بها. يصح أن يصلي الفريضة قضاء خلف من يصليها أداء، وكذلك العكس، فيصح أن يصلي الفريضة أداء خلف من يصليها قضاء، لأن الصلاة واحدة وإنما اختلف الوقت. وكذلك على الصحيح من قولي العلماء: تصح صلاة الفريضة خلف من يصلي نافلة، لأن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يذهب فيصليها بقومه، متفق عليه. وفي بعض ألفاظ الحديث: هي له تطوع، ولأن صلاة المأموم تتفق مع صلاة الإمام في الأفعال. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والذين منعوا من ذلك ليس لهم حجة مستقيمة، فإنهم احتجوا بلفظ لا يدل على محل النزاع، كقوله: إنما جعل الإمام ليؤتم به، وبأن الإمام ضامن، وليس في هذين ما يدفع تلك الحجج. والاختلاف المراد به الاختلاف في الأفعال كما جاء مفسرا، انتهى كلامه. ويريد بقوله جاء مفسرا قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا ركع فاركعوا إلى آخره، فإن ذلك مفسر لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. وتصح صلاة النافلة خلف من يصلي الفريضة بالإجماع، لقوله صلى الله عليه وسلم: لما دخل رجل وقد صلى الناس، ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ قوله للرجلين: فصليا معنا فإنها لكما نافلة، وكان الرجلان قد صليا في رحالهما قبل ذلك، ولغير ذلك من الأدلة. والسنة أن يقف المأمومون خلف الإمام إن كانوا اثنين فأكثر، لفعله عليه الصلاة والسلام: كان إذا قام إلى الصلاة قام أصحابه خلفه، واستمر أمر المسلمين عليه. ومن الحكمة في ذلك لأجل أن يراه المأمومون فيقتدون به، ويكون موقف الإمام مقابلا لوسط الصف، لحديث: وسط الإمام وسد الخلل، ونقله الخلف عن السلف. فإن كان المأموم واحدا وقف عن يمين الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام ابن عباس عن يمينه، وكذلك أوقف جابرا عن يمينه. وتصح صلاة الجماعة حول الكعبة مستديرين عليها كما فعله ابن الزبير، وأجمعوا عليه بشرط أن يتقدم المأموم على الإمام وهما في جهة واحدة. أما إذا اختلفت جهتهما فلا بأس بتقدم المأموم بأن يكون أقرب إلى الكعبة من الإمام في تلك الحال. ولا تصح صلاة الفذ أي الفرد خلف الصف أو خلف الإمام بلا عذر، إن صلى ركعة فأكثر وحده، أما إن دخل معه آخر أو دخل في الصف قبل فوات الركعة صحت صلاته،
لأنه أدرك من الاصطفاف المأمور به ما يكون به مدركا للركعة، فهو بمنزلة أن يقف وحده ثم يجيء آخر فيصافه في القيام. والدليل على بطلان صلاة المنفرد خلف الصف بلا عذر ما رواه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا صلاة لفرد خلف الصف، ورواه ابن حبان وابن خزيمة في صحيحيهما، وروى أحمد والترمذي وحسنه وابن ماجه وإسناده ثقات أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قد صحح الحديثان غير واحد من أئمة الحديث، وأسانيدهما مما تقوم بهما الحجة، وليس فيهما ما يخالف الأصول، بل فيهما ما يوافق ما هو مقتضى الأصول والنصوص المشهورة. فإن صلاة الجماعة سميت جماعة لاجتماع المصلين في الفعل مكانا وزمانا، فإذا أخلوا بذلك لغير عذر كان منهيا عنه باتفاق الأئمة، فلو كان هذا خلف هذا كان من أعظم الأمور المنكرة، وأمروا بتقويم الصفوف مبالغة في تحقق اجتماعهم على أحسن وجه بحسب الإمكان. وقياس الأصول يقتضي وجوب الاصطفاف، وأن صلاة المنفرد خلف الصف لا تصح كما جاء به هذان الحديثان، ومن خالف ذلك من العلماء فلا ريب أنه لم تبلغه هذه السنة من وجه يثق به. ووقوفه وحده خلف الصف مكروه وترك للسنة باتفاقهم، إلا أن لا يجد موقفا إلا خلفه ففيه نزاع. والأظهر صحة صلاته في هذه الحال، لأن جميع واجبات الصلاة تسقط بالعجز، وأما التفريق بين العالم والجاهل كقول في مذهب أحمد فلا يسوغ، فإن المصلي المنفرد عن الصف لم يكن عالما بالنهي، وقد أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة، وكما أمر المسيء بذلك. انتهى كلام الشيخ رحمه الله. ويجوز للمرأة أن تقف خلف الصف أو خلف الإمام وحدها، لحديث أنس صففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، رواه الجماعة. وذلك لأن وقوفها في صف الرجال مكروه، فجاز لها الوقوف خلف الصف وحدها أو خلف الإمام وحدها للعذر. وينبغي أن يلي الإمام الأفضل فالأفضل من الرجال، لقوله صلى الله عليه وسلم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، رواه مسلم. ولأبي داود ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقال أبو مالك الأشعري ألا أحدثكم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال فأقام الصف فصف الرجال وصف الغلمان خلفهم، رواه أبو داود. من هذه الأحاديث نستفيد مشروعية تقديم الأفضل في الصفوف والقرب من الإمام وتأخير غير الأفضل. وأما النساء إذا صلين مع الرجال فيكن خلفهم متأخرات عنهم، منعزلات في صف أو صفوف مستقلة من النساء، فيقمن في صفوف كصفوف الرجال، وأفضل صفوفهن آخرها وشرها أولها، لأن الصفوف المتأخرة تبتعد عن الرجال أكثر. قال صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. أيها المستمع الكريم، نستودعك الله تعالى إلى الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. الملخص الفقهي برنامج يعرض لكم ملخصا في الفقه مقرونا بأدلته من الكتاب والسنة. أيها المستمع الكريم، إن التفقه في الدين من أفضل الأعمال، وهو علامة الخير. قال صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الملخص الفقهي. ثم اعلم أيها المستمع الكريم
أن العلم النافع إنما يستمد من الكتاب والسنة تفهما وتدبرا، مع الاستعانة على ذلك بالمدرسين الناصحين وبكتب التفسير وشروح الحديث وكتب الفقه وكتب النحو واللغة العربية التي نزل بها القرآن الكريم. الملخص الفقهي. الملخص الفقهي. البرنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى.